محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. بلغشتنا سلام آياتي. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. توبل أي محمد صلى الله عليه وسلم أي خاون نام آسمانية كان بوشي إيو باورتان بآيات كان إخوانية أي بآياته السمعية أو إيكا وكو آيات كان قرآن كجوابيس يبن والعقلية ونشان آوزي كان إخواي قورة كأو نشان آوزيانا همو بلغن لسر راستي محمد صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق محمد درودي خوالة والعقلية الدالة على صدق محمد درودي خوالة سر فيما يدعيه لويك محمد ادعايك لشي من وجوب الحج وغيره كافر من حج واجب وغيري أبيشا باش بو خواي قوله الراست وخور وكات أهلي كتاب وبونا فرمي يا أيها الناس يا مثلا يا أيها الذين كفروا أيها الكافرون يا مسألة على وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب وتايبد من كردني خاونا مكان بدوان دن وروت يا كردن خوي دليل على أن كفرهم أقبحوا بلغي لسر أو كبيبا وري أوان لبيبا وري همو كسيتر ناشيرين تريكا ولأن معرفتهم بالآيات شنك الشناسي أوان بآيتكان أقوى قوي ترياني أوان باشتر أعشنائيان با أو آيتان هيا يعني أو بلغان هيا كا بلغان لسر صدق محمد درودي خوالي لسر به وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما وهروها الدليل لسر أوشك أوان أقرشي بقماني خوايان باورمندن بتوراتو بإنجيل بلان بتوراتو بإنجيل أوان بباورن واتبي باورن بودنا ما أسمانية جاء أمرها فرمي والله شهيد على ما تعملون وبيشان بليك أخواي قوري شاهد لسر أويك إيوة أنجامي أدن يعني قواها لسر أوى والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم يعني حاله حال خواي قوري شهيد بمعنى آقايا قواها وآقادارا لسر كرد وكانتان جامادا موابه فيجازيكم عليها فهداشتان أداتو مجازاتان أكا عليها لسر أو كردوانا أو أختا أقروابي لا ينفعكم التحريف والاستسرار إيتر تحريف يعني أماك بي قورن قورينو ترازاندن لشويني خوي وهروها شاردنوا أأوان السوتان فينا قياني. قل يا أهل الكتاب أمر أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو أي أهل كتاب يعني أي خاونا مكان لما تصدون عن سبيل الله من آمن بوشي إيوة جلوغيري أكن ريقر أكن كي ريقر ريكي أقرن ري من آمن أقرن ري أو كسيك إيمان يا ريب محمد درود إخوة لسربي لشي أقرن عن سبيل الله لريقي إخوة كإسلامو قردن كجبون بوخوايو باورمندية بخدا وبتاكو تنياي أو أهادو رأم خطاب دوان دني بو أهلي كتاب وبو خاونا مكان باز دوباره كردوا بزاين هو كاركيش هم استفهامكيش لويوتي لما تكفرون لرشا فرمي لما تصدون علي كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع بو أوي خواي قولة أيوي زيادة الرويبكا بنوعك مبالغة بزيادة الرويب لتخريعة لدى شلكان دنيانا يعني بو دا شلكان دني وبو هاتن بخوايانو قرانو بوناو درونو ناخي خوايانو دا شلكاني باي بوا ببن خوايان بخوايان بيجن أشا ايما چاني خرابين ام كردوي ايما چاني ناپسند ام جارا في التقريع ونفي العذري
وهروها مبالغة بين نفي عذر يعني إيوة عذريك تانية بدسو وتبهانية جابرين باكانية تانية بو أمكار خرابتان نفي العذر لهم وإشعارا أو عطف وصل مبالغة وهروها لبروي بيلينان يقبي دربرين يقبي بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب أو واستجلاب العذاب يعني بو أوشا كأومان تيجي يعني كهريك يقلودو أمره شبه باوري بآيتكان بيو شر يقري لا إيمان داران بي لا ريقي دين إسلام يعني مثلا ببي تبربس بو أوي كنيري خلق مسلمان بي هر دولاكيان خوايان هر لناخي خوايان ناشيرين ببي أوكا هر دوكيان كوكن إسا أمان هر كيان كوكر دوتوا بلان أجر كوج نكرينو هر تنيا تنيا إنسان دانيق لوانا أنجام با أو خوي ناشيرين ومستقلة وسرب خوي للراكيشاني سزاعة إسا خوانا خواز رأي وهر دوكيشان أنجام دن جاء ما كفرميتي لما تصدون عن سبيل الله سبيل الله چيه الله وسبيل الله دينه الحق المأمور بسلوكه ريبازي خواي پروردگار ديني خوايا او دين حقكيك فرمان دراو بپيمايشي او ريگا يعني بويك انسان لسر او ريگا ببو ريگا بروا كأوج وهو الاسلام كواتا الدين حق مأمور بسلوك كي خواش بريتي لإسلامك قيل كانوا يفتنون المؤمنين أم قسكراوك أم جولكان إيمان داران باور داران ين پشيمان دا كردوا أكوتنا خلينا وبلينا ين شتي جورا وجور ين أدا بقوي ين وكردوا جورا وجور ين أنجام دا بو پشيمان كردوا ين وكل بيشا يكي لتاكتيكا كان ين أوهو كعيانود لأولي روجا مسلمان ببن ولا آخر روجا پاشگز ببن وبا أوانيش چاو لأيوه كانوا بلين وما معنى أهل كتابن أجر إسلام حق بوايا أمانة فشيمان ونوابون مثلا ويحرشون بينهم وأياندن بشر لقال يكا يعني شر أعجاوة وعلوزي دروسة كان لبين إيمان دارانا حتى أتوا الأوسوى الخزرجة تاو رادي كتون لاي تيرو هوزكاني أوسو خزرج فذكروهم يا فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب فذكروهم يعني وبير يعني هنانا ويعني بيري أوسو خزرج يعني هنايوا أويك لنيوان يانابو لشاخي نفامية لشي لبين يانابو لتعادي لدجمن كاري ودزدريش كاري بوسريك وهروها والتحارب شر أعجاوة لقريك كإسلام هاتبو أويني يلعبو بلام أو جولكان وات أو خاوانا مانا هاتن أوانان زندو أكردوا أيان هنايا وبيري أو مسلمان أو سيو خزرجيانا تا بيري أوان كدو دوبارب كونو شرو بن سرشاويك ليعودوا لمثله تا بقرنو بو معنان دي أويك لو بربو يانا هيلي مثله وما بينهما شيتوا ويحتالون لصدهم عنه وزور يان حول أداه يعني بتواوتي تي أكوشان زحمتي تواوي يعني كشا بو أويك أو مسلمانان بربسكن لآيني بيروزي إسلام يعني لدينك هي عنه بو دينك أشيتوا أما أوا شنك ناكري أواش هر بو ما بينهم شيء اللي هو مناسبني ظاهرا أما بو دين شيء أول أو اللي يعود لمثله أو بو ما بينهما شيء توا كواتا ويحتالون لصدهم وبربرس كردنيا أوك معمولا ليوا أو هناوا مثلا وكوبري أم لميري لقال أو لميري لمثله جوازي هي رنجة زور مناسبني بل لحازي عبارة توا عبارتكي فشون كبر أوان فذكروهم أوان كرد أمج لحالك أبو ويحتالون أواي أو كوتي وهو الإسلام أهال بيشباس إسلامي كر قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم
حتى أتوا الأوس والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون. أعمج قيل كانوا أمش أبي عطف كتبوا أبي بو أبي أملا ميرب شتوسر بيشو باشا ني اليوت دي كانوا يفتينون المؤمنين أويل كيتو كانوا يحتالون حول أن دالي صدهم عنه يعني عن الإسلامي أو أختيت أم عبارة لسر عبارة ليعود لمثله ناية وتاوكو بري وراء ما نزمي لميلك تيكشوا نزمي لميل تيكنشبو قرار تبغونها عوجا يعني باردوخو حالي أم خاونا مانا أويكا أمر يقي خوايك ديني إسلام أوان بلارو لويري أيانوي يعني أيانوي جوريك معرفي به مثلنا مسلمانان وبيرواني أو آينا شر أعجاوة برقرار به هيج وقت لدوري خاليها وبش لقل يكا كون ابنوا هميشة خريكي دجمن كاريب لقل يكترا لأنجاما أوان بيكن ببروباغندو بانا شيء وبكن كأما كيدينا هرمايي دو بركي واختلاف وجواب الجميع دمقالي وقصب زوراندان وغير فسادنا بهج نتيجة كتير لنا كبتوا هلوكو إيساوايا كردوا متواجبون تبغونها عوجا كواتا أوكا مسلمانان لقل يكتر أعجاوايا بيو لدوري خاليها وبش كون ابنوو لسرو بيسي يكتر بدن أعواتي أو أهلي كتابيكا بروالته وبناخيش يعني بواقعيش لبرابري أم أين تازا كدواي تورات وإنجيلاتها شكستي عن خواردوها بو قربو كردنوي أو شكستي خوايانا هميشا أوان أوان بدلا إيسا بخوايان بكري خلقي تربيكا مسلمانا لنا خوايانا نقبتيان بي حزيان بويكا مسلمانا لقاليكا دين إسلام هرشن راستقاني وريكو بيك به اگر مسلمانان لقل يكا تبا نبنو خالي هاو بشيان نبيو قسيان يق نبيه شاكا دين اسلام خو خود بخود خوي اجرا ناوي اشي مسلمانان اجرائي كان لانجاما كا اجرا نبو او اختهر دارو دسي بيا بي لسر خالي كو ابيتو علي دين اسلام ام يوتو يك يكي تريا لو لاو علينا خير او ايتو بكارناي امي من اسلام حالوين جاءوا تبغونها عوجا حال من الواوي حال لواو ناو آياتك نيو فرموه قل يا أهل الكتاب لما تصدون حال اللواوي تصدون يكا كأشيتو كمربوط با أهل الكتاب يعني صيغة كصيغة خطابي شم يعني كحال تنوايا باغين تبغونها باغين يعني فعل مضارع فعل مضارع مثبتة جاء فعل مضارعي مثبت وكو حالي مفرد وايا با جملة جبه واوي شي قرق ناوي بلي واوي حالي إلى سربي لو شوناك أقر جملة كأبي بحال مضارعي مثبت به أبي واوي لقلنا به بلي ومن الأرح حود لميرا ومن الواوي خلت لميري تيايا حالبي وذات بدء بمضارع ثبت يعني ذات بدء واتا جملة بلين أري جملة حالي كبملارعي مثبت ودسي فيها كذبية ذات بدء بملارعي مثبت حوض لميرا لميرها لقري ولي ومن الواوي خلت واوي لسرنابي جاء أم تبغونها عوجا أي باغين باغين باغي كجل ربنا طالبين طالبين لها اعوجاجا يعني ايوه داخوازي او ريغن شاكا داخوازن بو او ريغا چي با اواد بو اخوازن بو ريغا كا عيوجن اعويجاجن اعويجاجي با اواد بو اخوازن حزا كان لارو لوير بيه عويج خويسي عيوج تبغونها عيوجا يعني با عيوجي اتانوه رنق عيوج كبر وزني فعلا باشا اكري خوي مهمانا او فعل وكو الصيغر برين مستر به يا اسمي مستر به وكو حيوال ولا ليرة دا يعني مثلا اسمي مستر به وخدي مثلا كي اعوي جاج به ولي اشكري صفتي مشبهة بهر بالوزن فعل به
وكبري مفعولي دوام به يعني مثلا او اوتان واتأو الرقيتان بلارو لويري اوي جالي وهاتوا او لامي مقدر كردوا طالبين لها اعوجاجا يعني ايوه دا خوازن بور رقاكا چی بو باعوات اخوازن اعوجاجي باعوات بو اخوازن يعني حزكن لارو لوير بيه با چجور بأن تلبسوا على الناس بجوريكي واكشتك لخلق تيق أدن ليان الشيوين وتوهموا أن فيه عوجا عن الحق بمعنى النسخ باشا وواوهم برن وان لأكن بأن أشكري أو بأن تلبسوا به بأن تلبسوا على الناس يعني بأن تتلبسوا على الناس دو تيبيك حذف كره بجوريك يوا تلبس دروسا كان بو خلق سر خلق تيك هدن وتوهموا وتتوهموا يعني ايه وناك او يعني خلقك شنو قال بكيلو بدو دانته وايوه قمان تنوايك ان فيه عوجا كلا قرآن عوج هي لارو لبيري هي عن الحق واتا بلين راست بولا حق نشوى لا حق لا يعوى بتجور بمعنى النسخ وتاني بمعنى النسخ يعني بشيء شيء او كارتان كردوا وكعلى بمعنى النسخ زين المزوري ويك نسخ البر ويك بر هبه جوري كيواك اما عوج لحقك اجابه شو معنى ايوا عوجي او دينتان وي شاكا بمنع النسخ ومن بمعنى مخين دو اشتباه بوكوا منع نسخة كان يعني اوان مثلا وقت كي ما علين ايني بيروزي اسلام نسخ دينه كاني تريكرو انا لنا خير ديني يا ماروك وغي باقيه شاكا دي ايتا امجر حق ديني محمد ادان ابوه وهروها والتغيير وبتغيير صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني او صفات رسول الله كلا توراته هيا اوان او قران كاريبا سلاديان بو اويكا او صفتا نبيكا مثلا لواقعا هيا ونحوي او دوانا يعني نوع نحوي يعني شد قالك يتري وكو اوا وكو منعي نسخ وكو تغيير صفتي في غنبار دول يخالى سلبي او بان تحرشوا يعني تتحرشوا يعني بوجورك ايوا او نخرابن على زيد روسا كان بين المؤمنين لبين ايمان دارانا لتختلف كلمتهم بو اويكا قران كاري لقسان من قسان يق نقري ويختل امر دينهم وكقسان يكي نبو هريك جاي باير يكي شري شاكا او جار النظام دينك كان لبريك بترازي لبينش او اختي امايك ايوايكا وانتم شهداء خوش تنيني شاهد كأنها سبيل الله كأوريقي خوايا وصدوا عنها ضلال وإضلال وبربس كردني أو هم قمراهية وهم قمرا كردني خلقي شيتيايا أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يعني لحالك إيوة لا يخلقي دينك إخوتان عدلوا داد قرن بلا يخويو قازين أما حكمك أو يعني قازي حكمك أبي لار بلار بناسيني أوش كراسة براس بناسيني بلام إيوة أوي كراسة قلقتان لاري كانوا جا قازي واقع وأنتم شهداء أو داد قري لاي قلق إخوتان يثقون بأخوالكم خلقك إخوتان متمانيان بقسكاني إيوة هي ويستشهدونكم في القضايا ولرودا وكان لقد كان أتان كان بشاهد بجواه دي إيوة عوابن أويك عليه هرشي شنو مزيات المكان المولد خطابه هرشي أنشي بجندد نمك جميزنا واي بروزي كي بجندد نمك يعني إيوة الأنوك وخوي جني وتهلهاتوا وما الله بغافل عما تعملون وخدا بأجانية شاكا بخبرني اللي ويكا ايوا انجامي ادن يعني حتما شاوي لكردا وكانت انا ويا او جار وعيد لهم اما هالرشيب ويان ولما كان المنكر في الايه الاولى كفرهم
وهم يجهرون به ختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون. خلا آياتي بيشو واي فرمو فرمي والله شهيد على ما تعملون على الآياتي بيشو أويك منكر بو إنكارك لا عالي ما تكفرون كفرك يانبو فرمي لكاتك كمنكر لآياتي ولا كفري أوانبو وهم يجهرون به أو كفري خوانا بأشكرا أشكرا أكر خوي جور آياتي كمي خاتمة دا بقولي خوي كفرمي والله شهيد على ما تعملون يعني خوي جور شهيد لسر كردوتان ككردوي وجهري كفره. ولما كان في هذه الآية صدهم المؤمن عن الإسلام وكانوا يخفونه شاكا ولكاتك لم آيتدا باشا منكر بريتيبو لبرقري كرني أوان كإيمان داران برقري أكن لإسلام وكانوا يخفونه وأم صديك أيان كر خوان أيان شارد ولا إيمان داران ويحتالون فيه وزحمتي أنت يا أكيشا قال وما الله بغافل عما تعملون شاكا خدا بآغاني لويك أيكن درسته رنگك خلقيت البيت النزاني حالبي هو جرجلي أو كار أنجام دنو أمانة آخر شهادة معمولا بوشتي دياره كديار بيو برشاو بيو شاهدي بيلا سري ولا ليرا كأوان مثلا كرده ومنكرك أشعر من لشونك كمنكرك أشكرا أكن الله إخوة شاهدة لسر كاركتا ولا لشونك كمنكرك إخوان أشعرنا و الله يستصعب بشارنا إخوة في أزاني خالي بأغانية يعني منظور أويا ختمي آياتكان أو يكلا سر آياتكان يبيتوا وكريه مناسبة لقل أو يكلا آياتك دعا قزري حالبون دول جالب. يا أيها الذين آمنوا أي باور دارا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أجر جرايلي دستيك لو خاونا ما نبل لو كسانا كنامي آسمانيا في الدراوة جرايليان يعني بنو بقسيان بكن حرف شنويتان ببيليان أوان يردوكم بعد إيمانكم كافرين يعني بعد كونكم مؤمنين يصيرونكم كافرين دواي أوي كإيمان تان بمحمد هنا ودرودي خوالي سربيو هاتون تسربازي حق أوان باشغستان أكنو أتانيرنو بوبي باوربون ليرا علي أماية نزلت في نفر من الأوس والخزرجي لباري كومر إلا أوسي وخزرجي كانوا كالوابر شريان بو وبران ببوني بيغنبر وعجبونة ودرودي خوالة سلمي لباري كانوا جلوسا باشا دانشتبون بوشي دانشتبون يتحدثون أوهين إيوة شيئا هل يتحدثون أما قلامي بسلوبي واللاميش بسلوبي برنق اشتبابي كانوا جلوسا يتحدثون دانشتبون أقسى عنك اللي قليك فمر بهم الشاس بن قيس اليهودي بلا اوانته فري كبرى بناوي شاس كر قيس كجولكه فغاضه تالفهم واجتماعهم او الفتي مسلمان انا بيكتر او سو خزرجي دجمني بيشو كدجمن بون لو برلغليكا وكوبون وانا لفنايك او عرب خوشي دانشتون او يقرتنو كورو كوماليانا أمي تورا كردبو يعني غيظي لما دروس كردبو رقينا شن يكيتي أواني بينا خوش بو لبر أوا أم شاسي كوري خيسة خوينة ولي فأمر شابا من اليهودي شو دستوري دا با لاويك يهودي كأن يجلس إليهم كتير لا يندانش ويذكرهم يوم بعاثين بعاث وادرك ولا أصلا ناوي باغيك بوياتي ويائسة لو شوينا شركيان بوا يا لسر أو باغا شركيان بوا أو روجك شركي قايميان بوا زوريان ليا كشتوا وأمانا بل أو روجك تاريخي بوا وروجك طالب بوا لجياني أوسو خزرجا كالقل يكترا شريان بوا كأم أوسو خزرجيشا لأصلا للريشا هردو كيان برابون يتر بري أوسو بري خزرس كدواي ليان كوتو توا بوا بشر يعني نقريكا جايسة باسي أهماجة بوجكا يومي بعاث يعني بير خاتوا
بال يعني بو أوانا أن يجلس دسورة كئم وأن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم على ما قيل فيه وبويا المخواني توبع الشيء ويسرود الشعر بعد لو شعراني كلباري روجي بعاث وتراول دوراني جاهلية وكان الظفر في ذلك اليوم للأوسي وسركوتنيش لو شرى لو دو بركاك كرياب وأوسو خزرج سركوتنقب وأوزبو كديانا أقل أوسية كان شعري أو روجة خواني توا أما لرا بي قشو نشاء بن ولي خزرجي كان بي داع بزن روحيان بي زخمي كوني أنا كلية توا معمولا برا ونسر وشاويك ففعل أو جوان جولة كيشات شو أو كار يكر فتنازع القوم أم رأيت الكيشان لبين كيشان هاتا نيوانوا يعني أوسو خزرج بوبا كيشان وتفاخروا وكوتنا شانازي كردنو قربان تعريف كردن لباو بابير خوانو لأصل نسبي خوان وتغاضبو يعني الريشة والرقزي خوان باسك وتغاضبو رقيا ليك هلصة وقالو تيان السلاح السلاح هو منصوب لسل إغراء يعني دزبنا تشك 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 بوئي الرباش واجتمع من القبيلتين خلق عظيم لهردو دستك كور خلق يكيزور كوبوه كوبوه لبرابر كرسان كلا يقبل آلو كاتا فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل ياراني خويا رويان كردا أو سو خزرجو شن ولايان وقالوا وقال أتدعون الجاهلية أتدعوني هي وش توشون لدواء لك ألفي هي أتدعوني تدعون نقي ألفيني أنا اشتباه أتدعون الجاهلية يعني آية ادعاء دوراني نفامي أكن يعني نا تدعوني نابد وليس باني جاهلية كن بلا أشكري أتدعون باني جاهلية ولي فيما أتدعوني أما ادعاء يعني ادعاء شدقالي جاهلية أكن شانازي بوانو أكن لحالك وأنا بين أظهركم لحالك مني كدش بدوراني نفاميم ونفاميم لنا ولا بردو ايوام هناوة سرهيلو ريقي زانيارين بايوا نشان داو وهام لنا وشتانا هشتا معوام حالبي ايوا خيرا اچن بس كون برين كاني دوراني نفامي اكل ينوا اعوى اوش بعد اذ اكرمكم الله بالاسلامي دواي اوك اخواي قول الرزي لناون بمصلبان بونتان وقطع به عنكم امر الجاهليه وهربوا اسلاما او كاروباري دوراي النفامي لايوا بريوتوا والف بين قلوبكم ودلكان تاني لكان دو بيكوا اوي و بيغمبر درود يقال سربه فعلموا انها نزغه من الشيطان تي جيشتن كام هراو هرياي اما وسوسيك دل الراوكيك كشيطان بو يدروس كردون وكيد من عدوهم وفيرك للا يعني دجمنك انا وبوان سازمان دراوة لبرأوا فألقوا السلاح بغيت شككان ينفرد واستغفروا وداواي لأخوجبون يعني الأخوة كرد وعانق بعضهم بعضا ودسيا كرد مليك ودسيا كرد بقريان وبشيبان بونه وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقل في غنبرة درودي خوانا سربي عليه صلى الله عليه وسلم هاتنا وإن باشا أميت وتعو إن وجل عنك لباري وانو هاتو خواي قولا وقتك قريكيتي لقل جولك كان أخسك وفي غنبرة قل لهم بيان بلي خواي بيان نالي خواي قولا كشي بإيمان دارا نالي قل للمؤمنين ليرا لبرابر خطابك إلا قل للمؤمنين شوان هيا متوجبين بلي وخوا خوي اتنا اجي قل يا ايها الذين امنوا اخوي خوي اجي يا ايها الذين امنوا رقصي بوشي وقت كوا مثلا خوي يقول ايوي بعد حكمك يا مطلبك ما بستك بامتي اسلامي راقياني نالي اي محمد بيان بلي خوي بيان بلي بلا مختك قركتي بخاونا ما اسمانيا كان ما بستي راقياني على بيغمبر بيان بلي بوشي لبرشي خواهي فيها النار يا خواهي قوله ايجي بالي وإنما خاطبهم الله بنفسه
بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهارا لجلالة قدرهم وإشعارا بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. بويا خويا يقول المخاطب يكرم بنفسي خويا يعني خويا خويا بعد دو أويش كي دو أي أويك فرماني ببيغمبر دا كبا أهل كتاب بلي إظهارا لجلالة قدرهم لبر خاطري أويك أرزش ريزي بري مسلمانان در ببري وإشعارنا وأوش در ببري بأنهم بويك أم إيمان درنا أأمانا شايستن بوك أخوي قورا خطابيا لقلك ويكلمهم وقسيا لقلك بيان دويني وقسيا لقلك شن لشوين يواب هر خند من لو بريش أقل لك ثاني مثلا أخوي قورا لأن الرازي بيه بوه الرشان لك على لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهما لو أنا سعن لقل معك سرنجي النادى أوى أوى نافر بي دي ديار اليراء أما أرجيك زوري تيا أبو مسلمان كبو مسلمان خوي راس أخوة يا أيها الذين آمنوا كتبوا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب أما لا يكو جاء أول لواء أو نكتب عن بودر أكبر لشو أنك أخوة يقول فرمي قل للمؤمنين ما سيغضوا من أبصارهم واختيانية نظر أكن نظر أكن ذلك شو الملو كاتشا أبو لا مدينة معمولا هي النبو بلين سرويسي بيهداشتي وام جورشتان بلين لما رانو امانا جنان اشونا مثلا لا شيوه كتابو ولو لاي بلين اسا شاعد هر قوشو كناري كشاركو او اتيابو بي لو لا شيوه اكا اشون دزبا اويانا كردو مثلا برحال بو نزافتو يا بو دزبا او كردنو وانا اشونو شورانا جورا بيوان يقبون اشون مثلا لو پنا دیوارو یا پنا بردو پنا داروشته وسط ماشه اوانک او اجنانه اوانک که اما فعله که زور قبیح و ناشرین شاکه بوی امجار خواهی گوره نفرمه یا ایوها الذین آمنوا غضوا من ابصاركم افرمه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یعنی کرده وکان اون ناشرین شاکه لا او چوارچه وی درچون ک شایستگی او یانه به خوا پیان بیجه خود پیان بیجه حالی بی او کو خوای گوره بله بو کرده و نا پسنده اردشی خو ان هنا و تخوارو اردشی او یانه ما من پیان بله او جور جان ولی و اشاره به نکته مهمه و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله اي ايمان دارن شون ايو بباور ابن لحالك ايات كان اخواي قورا اما هلو راساني جولك كان قرك انا امان فشمانو كن بوي اخواي قورا اما لا بجوي انا شون بباور ابن لحالك ايو ايات كان اخواتان بس لا اخوان دوو بيغمبرك شهار ناوتانا او انكار وتعجب لكفر في حال اجتمع لهم الاسباب الداعية الى الايمان الصارفة عن الكفر يعني اما جيجي انكار وتعجب شكا انكار كنو سرسرماني اللي دار ببردريه بو اگر كفريان بي بو كفريك بيان بي لحالك دا او شي حاله حالك اجتمع لهم الاسباب كبو كوبوتو بو مسلم هم هو كاركان كم هو كار او هو كارنيك الداعيه الى الايمان كوا انسان دعوتك ان بو ايمان وبازم صفتي او اسباب نوايا الصارفه عن الكفر انسان لكفر جروا كبريتيلا هم تتلى عليكم آيات الله هم فيكم رسوله دو سبب سلكين بو أويك دجب كفر هردو سببك ودعوة بو إيمان ومن يعتصم بالله وهركز مثلا أقر دزب الرسماني خواه ببيتشين يعني ومن يتمسك بدينه يعني لواء مزافة معزوفة لسل بالله يعني بدين الله آوة كسي دزب بيتشين بديني خواه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره يا بناب وخوا بينه لها مخاركانيا فقد هدي إلى صراط مستقيم أو حتما شارزا كراوة بلو الرباز الراستقينة يعني فقد اهتدى لا محالة يعني حتما ريقي در قردوة ببيئة وكا مانع لك عرابي بل يا أيها الذين آمنوا أي إيمان دار يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاتيه يعني أي إيمان داران إيوة لخدا بترسن تقواي خواتان ببي بوشيوي كشياوي خوباريزية يا بوشيوي كشياوي تقواي خوايا
يعني حق تقواه وتتقاد بمعنى تقوى چونك خوي تقواج ما تقاد مصدر تقيتنا بروزن فعلتن يمل غير اجواء غير ناقصه غير يوي اخر ما التي في مفروقه ولا التي في مفروق لا شرك ناقصه يوم باي باسي ناقصه كيك لا ناقص معتل اللام مصدر فعلتن معناها لبرامبر اوال غير ناقصه فعلتن معناها حالي بو جمع شروايه جمع اسم فاعل مثلا عيسى كان هادي بيت هدايتن هدات ولي مثلا كافر ابيت كفرتن يعني او فعلتنا او فعلت ام جوايه جات هي كش من القلم الابري واو يعني وقاته يعني وقايتنا دو تغيير تيادراوه واو كراوه بتي يا كش كراوه بالف بعد وما يجب منها يعني حق تقواه وما يجب منها وأويك واجب بيويست لتقوى بوتو كأبيت شي تقوى يعني ما يجب منها لتقوى كامية يا هل تقوى كامية ولا وهو استفراغ الوسع في القيام بالمواجب دي والاجتناب عن المحارم أو إجبريتيا لكردنكاري هموت وانائي بو بره و بردنی پیوستی کانو خوراگرتن و دوری کردن لهموشت ناروا کان محارم یعنی حرام کان مواجب یعنی موجب کان یعنی واجب کان اوه که واجب کراو که قوله اگر محارم جمع محرم اگر محرم جمع که یوا چون که تو دوای شه صیغه مفاعل یا مفاعل به دواي دو حرف ألف إضافة كي أخي أوي محرم هذا وقيناك هو مش خلنيا وإلي ردا محرم مح محا بي أمر الرئيكا مشددة هي كان بي حذف كي هي محارم حالبي بويا كان أو أقر إما بمعنى أخي محرم كان حرفية فانش حرفية أها دو دانا زائد إتيايا قاعدتنا وانا كدو دانا زائد تيايا الزمان يقرأ كد بيه بجمع مكسر جمع كد دانيك حسفك او حاربي ويتوى كواتا جمع محرم موجبش ديار او موجب هالجاقي خواه ديشي لي حذف نبوه ظاهرا هرچن لا اصلا همزك حذف بوه ولي خبوه لو سيغانية تاتو بلي من جمعكم وحسفكم اجا علي اعم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاتيه يا دروز وق أعم فرمودي خواياك كافرمي فتقوا الله ما استطعتم يعني تأتوان تبات أخواب أنت وأنا زكدة وعن ابن مسعود رضي الله عنه تعالى عنه هو تقوى يعني أعم تقواك حق تقاته يعني أم حق تقوى هو أما أن يطاع فلا يعصى يعني تعي خوابك ري يتر معصيتي أو نكره سربيشيل نكره ويشكر فلا يكفر شكراني ببجري ناشكري لبلا بدا نكري ويذكر ياد بكري فاذكروني أذكركم فلا ينسى لبير نبريته أو معنى حق تقواه وقيل أن ينزه الطاعة عن الالتفات إليها أم سكراوة كتقواه حق تقواه أما يكا أو طاعتني كابرائك أو طاعتي بباقرا بكري لا أوردانه ولا طاعتك يعني وقت يغنيك طاعتك طاعتك بازورج مهم بي غافل نك على لخلا وشتو خلا لبير بي كم عبادتي أبو أكي متواجبين يعني عبادتك تنها سبب وسيلي نزي كرنوي توي لخوا بوي أم طاعتك كم تلك خوا في خوشة آوة نقل بروي كأركو لسل خوم لا يبم حالبين وعن توقع المجازات عليها ودبين لوش خوي ببيريك شاورواني تاداشي لسل أو تاعت ببي يعني وقتك تو تاعتك أنجام دي شاكا مثلا بغوي أو نبي لدلطابي بيجي مثلا من أمن وجاكا باخوا بمبات بهشت يعني درست تو انتظاري أو دهي خواي قولي لطف اللي قلقا وأمانة بلان مثلا بتاعتك دواني كي لبرخاتري اويك خوابم عبادة ام بات بهشتو ام جورشتانا پاداش مداتو چاو اللي وجنبي جا اگر انسان اتا ام رادوابي
كطاعتك لو الالتفات بطاعتك خاوين راقري وخاوين راقري لويك توقع المجازات الى طاعتك ببي اوحق تقواي شاك. وفي هذا الامر تاكيد للنهي عن طاعه اهل الكتاب ولم امر ذاك الى اخوي قرب ايمان دراني كل خوي جخد كرنويا بور يجري لا بري وبردني فرماني خاونا مكان كالآية بيشوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين هل وينهي لي كردن ليرأ أوي قيان ك هلوك تأكيد يقوى يبوء آية بيشوا ك أوى ك أوى أن بيعلي كدبي أو حارة الرعاية وأصل تقات وقية فقلي بدواوها المضمومة تاء كما في تؤدتين تؤديش بمعنى مستر يعني الشيني ولا سرخو تؤدتين وتخمتين أو يعني وأدية أمشيان وخمية يعني تيك كرياك وهذا تي مضموم بزوري وكو تراث كلا أصلا وراث بوه بزوري أكريبا واو واوي مضموم بزوري أكريبا تي والياء يعني وقلبت الياء ألفا أمر فرمي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ممر بمسلمانين به شاكا يعني شيء أي ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام يعني إيوة لسرهيج دوخي مبن جغل دوخي مسلمانتي لكيا إذا أدرككم الموت وقتي كمرق دي بسرتانا ألو كاتني هاتني مرقلا ألو كاتي هاتني مرقلا إيوة لسر دوخي إسلامتي بن فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة والقيد أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي شنك نهي لفعل لشتيك اشتكى مقيد ببحار آئسا نهي لموت ولي مخيدة بحالك وأنتم مسلمون أين أخوة نهي لموت ناكرة لأن أخوة كابرة موت بدس خوينية ولي ليرة دا عليه بوي أود بوا معناك لأن نهي لمقيد بحالك يا مثلا لشتيك اشتكى مقيد بنية بحال بلا مشتيك مثلا بوصفك قد يتوجه بالذات جاري وهي بالذات رؤكات نحو الفعل يعني برو فعلكات تارة والقيد أخرى وجاري واشي رول قيدكاك ليردا رول قيدكاك يعني غير مسلمان مبن قد لها محركة مسلمان بن غير مسلمان مبن كغير مسلمان نبون وات مسلمان بون مردنكة بمسلمانتي أبي هاو متواجبين أين أخو مردن إنسان بدس خويني بلا ممرة بمسلمانتي نبي شن علي أقر هاتو ليرا شن مثال كيبو هنا وتوام ليو علي أو عبارة كوت إذا أدرككم الموت إشارة إلى أن هي راجع إلى القيد نهي كبو قيد كاتش وتعليلي أو يكردو بمك نهي لمقيد بحال يا بغير حال جاري وهي بالذات ركات فعلك ولوكو ولا تعبث وأنت تصلي يعني قالت مكة لكاتكاتو نيوجا خويني حالبي إذا نهي لنيوجا كني عليوا نهي لقالت كرنكا أو يا أمجر ونحو القيد أخرى ونحو القيد أخرى كما في هذه الآية وكل آية وهل وعلى وشا لا تصلي إلا خاشعة معنى ما نيوجا المخوينة شاكا يعني نيوجا بخشوع مخوينة حالبي واتا لخشوع خود ما بيوره مثلا قال لا تصلي كبتين لنيجمك ولا لا تصلي إلا خاشعا يعني نيجم بخشوع مخوانا لخشوع خو ما بيوره وقد يتوجه نحو المجموع دون كل واحد منها كما في قولك لا تصلي محدثا ببيدس نيجم نيجم مخوانا هم نيجمك باشا يعني نهي كمتوجه هر دولايا خب نيجك النبي بيدز نيجي كاش هر دي كان نبي يعني هم بيدز نيجي نبي شاكا دي هم نيجك النبي لو كاتاك نهي كاكا ولي أقل في معاني أوابه شن لا تصلي نيجك مخوى نبي بيدز نيجي نهي لبيدز نيجي كالبيشا
نقلوا بل أمره كمان هي كلها دكان به أمره أفرمي نفي جوايا نفي جنيا كأجر ستسر مقيدك باشا يا رويل قيدك يا رويل مقيدك يا رويل هالدكان بشيون فرقك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شاكر نيخوانيتي باش مرحبا